الحقيقة الانتخابات الإسبانية ديال الأمس اللي كانت انتخابات بلدية وفي عدد مهم ديال الجهات حملت مفاجآت عديدة استطلاعات الرأي على أي ما كانش كتوقع. أعتقد الحزب الاشتراكي ما حققش نتائج جيدة في هذه الانتخابات، كان فوز واضح ديال الحزب الشعبي. كذلك الملاحظة بأن أحزاب مهمة تقريبا اندثرت من الخريطة الانتخابية الإسبانية كحزب مواطنون أو سيودادانوس، وكذلك اليسار الراديكالي اللي عرف انشقاق قبل الانتخابات نتائجه كانت سيئة، وربما هو من الأسباب الرئيسية باش الناخب الإسباني لا بغيتي تقول دار اختيار يميني. على أي اليوم رئيس الحكومة الإسبانية أعلن على انتخابات سابقة لأوانها يوم 23 يوليوز. أعتقد الفرق في الأصوات ما كانش كبير بزاف، رغم بأن النتائج أو الخريطة السياسية عكست انتصار وانتزاع مناطق مهمة من الحزب الاشتراكي لصالح الحزب الشعبي. أعتقد بأن الفارق في الأصوات ما كانش كبير بزاف، وبالتالي انتخابات الرئاسية على حسب استطلاعات الرأي ديال اليوم إذا عكسنا النتائج كيبقى اليسار الإسباني كيحقق أغلبية داخل البرلمان، رغم الحزب الشعبي ربما سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. بالنسبة للمغرب أعتقد بأن هذه الانتخابات لن تؤثر على العلاقات الجيدة اللي كاين بين المغرب وإسبانيا حاليا، بل بالعكس أنا تقريبا شبه متأكد بأن الحزب الشعبي الإسباني هو حزب دولة، والعلاقات الخارجية والسياسة الدولية ديال الجارة إسبانيا هي سياسة متفق عليها دائما بين الأحزاب اليمين واليسار. لا الحزب الشعبي ولا الحزب الإسباني سيستثمرون، وهم عارفين بأن لا مستقبل سياسي في المنطقة إلا بعلاقة جيدة بين المغرب وإسبانيا، وبالتالي لا أرى أي انعكاس سلبي على المواقف الإيجابية ديال إسبانيا تجاه عدد من القضايا المهمة، في طبعا في الأولوية ديالها القضية الوحدة الترابية، واعتبار الحكومة الإسبانية بأن الحل الداسي الحكم الداسي هو الحل الأكثر واقعية بالنسبة لمشكلة الصحراء المغربية. ما يكونش تغيير في السياسة الخارجية الإسبانية، كاين نقاش داخلي حقيقي حول الأدوار اللي خصها تلعب إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط اللي هو كيتفقوا عليه الأحزاب الكبرى، لا الحزب الشعبي ولا الحزب الإسباني. بالنسبة للنتائج أعتقد بأن من الأسباب الرئيسية كذلك النتائج ديال اليوم هو ما وقع داخل اليسار الإسباني اللي هو بكل أحوال معادي الوحدة الترابية، انكسار اليسار الإسباني، تفتت ديال اليسار الراديكالي الإسباني نحو وجود الأحزاب أو نحو وجود الأحزاب كبرى اللي هي بوديموس وسومار، جعل الناخب الإسباني ينحو نحو المحافظة التصويت ديالو، وبالتالي تنتزع لمناطق تاريخية اللي تاريخيا كتصوت على اليسار وكتصوت على الحزب الاشتراكي الإسباني، الناس صوتوا فيها لصالح اليمين. بالنسبة لتوقعات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعتقد بأن الحزب الشعبي بتحالفه خلال هذا المسار البلديات والجهات مع اليمين المتطرف سيسلبه أصوات عديدة ديال الناخب الوسط الإسباني. دابا الحزب الشعبي صحيح هو حقق انتصار في عدد مهم ديال الجماعات وفي الجهات، ولكن دائما سيبقى تحت رحمة اليمين المتطرف الإسباني أو فوكس، وهذا التحالف دياله مع اليمين الإسباني لن يخدم مصلحته خلال الانتخابات الرئيسية. خصوصا اليوم شاهدنا تطورات في اليسار الراديكالي، ربما أنه على إعادة فتح الحوار بين هذه فصائل اليسار، وانتخابات الرئاسية الإسبانية من المؤكد ستحسمها في 23 يوليوز الأحزاب الجهوية والأحزاب المحلية، لأنها حصلت على عدد كبير من الأصوات خلال هذه الانتخابات الجماعية والجهوية. تمثيلية ديال الأحزاب الجهوية اللي يمينية تارة ويسارية تارة أخرى حصلت على نسبة مهمة من الأصوات، وبالتالي حتى في الانتخابات الرئاسية كما كنعرفوا انتخاب رئيس الحكومة الإسباني هو نظام برلماني، يعني ملكية برلمانية، يعني اللي كيحصل على الأغلبية في البرلمان هو اللي كيصوت على رئيس الحكومة. أعتقد بأن اليسار زائد الأحزاب الجهوية في عدد من المناطق ممكن لا تحسم الانتخابات الرئاسية في إسبانيا. اليمين ولو حصل على انتخابات أو على نتائج إيجابية خلال هذه الانتخابات هذه، إلا أن تحالف الحزب الشعبي
مع اليمين المتطرف من المؤكد سيجعل الناخب الإسباني الوسطي يعاود يفكر في التصويت ديالو خلال انتخابات الرئاسية.